كيف تمهد هذه الزيارة ميشيل أيضا لزيارة السيد الكاظمي الأسبوع القادم ولقاء مع الرئيس بايدن؟ يعني بالطبع سيأتي رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن بعدما يتم تحديد الخطوات المقبلة التي ستقوم بها الحكومة الأمريكية وما ستقوم به أيضا الحكومة العراقية فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الأمنية والدفاعية بين البلدين والعلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية وما إلى ذلك. سيصل رئيس الوزراء الكاظمي منطلقا من هذه القاعدة ليلتقي الرئيس الأمريكي ويلتقي أيضا كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية للبناء على نتائج الحوار الاستراتيجي الذي سيبني بدوره لمرحلة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والعراق في كافة المجالات التي تحدثنا عنها ويرسم خارطة الطريق لمستقبل هذه العلاقات. ميشيل، أحب أخذ يعني معلومة وأنت الخبير في الخارجية الأمريكية ونوضح أيضا أن هناك لقاءات ثانوية أو لقاءات جانبية تحصل قبل اللقاءات أو اللقاء مع وزير الخارجية أو حتى لقاءات رئيس الوزراء. الأجواء والأجواء التمهيدية حول هكذا نوع من اللقاءات وأهميتها. يعني نعرف أن هذا الحوار الاستراتيجي الذي يجري ليوم واحد، يعني هذا اليوم ليس كافيا لإقرار كل القرارات التي ستصدر، لا بل أن هذا الحوار الاستراتيجي يبدأ قبل أيام وأسابيع. ونعرف أن مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكيرك كان قد زار العراق في الأيام الماضية، السفير العراقي كان هنا في مقر الخارجية أمس والتقى مسؤولين في الوزارة. نعرف أن السفارة الأمريكية في بغداد تعمل على هذا الشأن أيضا. هناك مسؤولون عراقيون التقوا اليوم مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية وأعضاء آخرين من الوفد العراقي التقوا مسؤولين في وكالات ووزارات أمريكية أخرى. وكل هذه اللقاءات ستتحدد في بيان ختامي يعلن أو يصدر بعد الاجتماع الرسمي الذي سيعقد يوم غد، وبالتالي تتحدد الخطوات التي تم التوافق بشأنها بين المسؤولين الأمريكيين والعراقيين في الأيام والساعات الماضية ليبنى على هذا الحوار الاستراتيجي للمرحلة المقبلة.